تحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم من هنا من ميدان الوثبة الجنوبي، حيث نستكمل هذا البرنامج بهذا المهرجان السنوي الكبير الذي ينطلق بعاصمة الميادين في ميدان الوثبة الجنوبي، يتحرك يومنا السابع بفئة الحول المحليات الأصايل مع 6 كيلومترات التي نتابعها في هذا الانطلاق في هذا اليوم. شكرا للجان العاملة، شكرا لإخواني المعلقين الذين سبقوني بالتعليق، وأنا بدوري سالم بن ركاض العليلي أحييكم وأتابع هذه الانطلاقات، أتابع هذه التحديات، أتابع هذه الشعارات التي تنهال على المركز الأول. ونعلن عنه وجود زعبيل عبد الله بن جعفر بن مرخان الاجتبي من يقدم الزعبيل في أول المراكز، لها حضور ووجود في هذا التحدي. نقلة تالية إلى المركز الثاني، العين سعيد بن سليب بن سعيد العويسي يقدم جديدة. أما المركز الثالث تتواصل فن وحسن بن محمد بالثيمة العامري الذي يقدم فن ويتفنن في هذه التحديات والمشاركات. المركز الرابع شعار عملاق قادم أيضا لصولة وجولة، وخاصة في المهرجانات وفي المحافل الرياضية، يقدم الدرعي غانم بن علي بن حمودة الظاهري يتواجد رابعا. أما المركز الخامس الخزيلة عبد الله بن سيف بن جولة القمزي يقدم لنا أيضا جديدة مع الخزيلة. النقلة التالية إلى المركز السادس وتأتينا وبرة محمد بن حمد بن حبرود الجنيبي يقدم وبرة في المركز السادس. نقلة التالية إلى المركز السابع تأتينا سلهودة راشد بن خميس بن كراز السبوسي يطالب أيضا بناموس هذا الشوط ويدفع لنا بسلهودة في هذا الشوط. نقلة تالية إلى المركز الثامن وعندنا دكتورة سالم بن سيل بن خيرات العامري. أما المركز التاسع تأتينا بشاير خلفان بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي على المركز التاسع. أما المركز العاشر سمحة شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي الصقار أيضا لخبرة في هذا التحدي وفي هذا المجال، هو متواجد على المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعينا الأعزاء. نعم، وهكذا ننتهي من إذاعتنا وندانا الأول في هذه الجولة، لنتابع المقدمة ونتابع الصدارة، نتابع الشعارات العملاقة التي تنهال على المقدمة. الدرعية غيرت إلى المركز الأول، غيرت إلى المركز الأول وهي تقود هذا السرب بشعار غانم بن علي بن حمودة الظاهري على مقدمة الشوط. بن جعفر يأتينا مع الزعبيل على ثاني المراكز، عبد الله بن جعفر بن مرخان الاجتبي. أما المركز الثالث الوصول من العين سعيد بن سليم بن سعيد العويسي يتأخر إلى المركز الثالث. أما المركز الرابع هني أيضا تأتينا فن وحسن بن محمد بالثيمة العامري الذي يأتينا إلى المركز الرابع والمركز الخامس. وبره وبره وبره، نعم وبره يا ملا حافظ على وبره، ضيقة الخاطر تسليها غيرت من سمعة الزقرة وازمت في الخالي ايديها. نعم وبره تأتينا بهذا الشعار. اما المركز السادس الوصول من الغزيلة عبد الله بن سيف بن جولة القمزي اللي بدأ يغير في المراكز من مركز الى مركز، كز يلقى سلم المناصب درجة درجة ويرتفع الى الدرجة الخامسة في هذه اللحظات. اما المركز السابع الله الله السابع كيف قادمة بقوة، تنعش طرب تنعش طرب لي هبها كوز، نعم تنعش طرب اللي هي بشاير خلفان بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي يقدم لنا طرب في المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن سمحة شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي الصقار يأتينا ويغير أيضا ويبدل في المراكز. أما المركز الثامن فهناك سلهودة راهد بن خميس بن كراز السبوسي. المركز التاسع الدكتورة سالم بسهيل بن خيرات العامري. أما المركز العاشر
المركز العاشر مشهورة ناصر بن مغير بن سالم العميمي، أول إذاعة للعميمي في هذه الجولة. هذه النتيجة، هذه النتيجة يا الجمري. الحق ابن الطيور الطايرة، الحق ابن الطيور الطايرة، والدرعية من تطير الطيور في هذا الميدان على المركز الأول. تتابع طريق الناموس، تتابع طريق الفن والسرعة. نعم بن جعفر أقرب منافس للدرعية مع زعبيد عبد الله بن جعفر بن غانم الاكتبي من يقدم لنا الدرعية في هذه الجولة. المركز الثالث تأتينا فن وحسن بن محمد بالثيمة العامري، أشوفه خطير، يعطيكم نظرات قوية، يعطيكم نظرات قوية. يا سلام يا العيناوي، يا سلام يا العيناوي، أشوف أشوف دربك خضر، دربك خطر، دربك حمر. يا سلام، بدأت المعركة، بدأت المعركة الحقيقية. المركز الرابع تأتينا العين، سعيد بن سليم بن سعيد العويسي من يقدم لنا الدرعية إلى المركز الرابع. أما المركز الخامس فهناك بشاير خلفان بن هلال بن عبد الله النعيمي. والمركز السادس، المركز السادس وبر محمد بن حمد بن حبروت الاشتبي. تقريبا هذه المراكز، هذه المراكز الاولى، يا اثنين يا كيلو يا متر. نعم الان تفتح ابوابها، تستقبل الدرعيه، تستقبل الدرعيه على مقدمه الشوط. وغانم بن علي بن حموده الظاهري من يقدم الدرعيه. ولكن فن، فن يا سلام، مع الفن، مع الفن. تلعب، تلعب طائره حربيه، تناور 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 في هذه الجولة. انتظروا المزيد من الثلاث المتقدمات في هذا الشوط. نعم زعبيل وعبد الله بن جعفر بن مرخان الاشتبي في ثالث المراكز. السيارة لمن؟ السيارة لمن؟ اشوف كل واحد، كل واحد قابض له يعني طرف من هذه السيارة. ولكن فن، فن تتجاوز الى مقدمة الشوط، فن تتجاوز الى مقدمة الشوط. اطلعت سرعة من اللمة، لو عصاها قوس ما تيها، روحها بالسير مهتمة، هي لي بالوصف نعنيها. زعفران الشامي تشمه، بدأت تشم الزعفران. يا سلام، راحت على الشوط، راحت، راحت على الشوط، راحت. حرك يلي بيحرك، حرك يلي بيحرك. المركز الثاني زعبيل عبد الله بن جعفر بن مرخان ليشتبي. أما المركز الثالث تأتينا الدرعية غانم بن علي الحمودة الظاهري. ولكن خلونا مع فن، خلونا مع فن، وهي تعتزي عزوة الناموس، تعتزي عزوة الناموس. وبالثيمة يعتزي في الكيلو المتر الأخير ويقول أنا متواجد، الأداء ذاتي، الأداء ذاتي، والرقص ذاتي، والعصا قوس. أبدا ما تحركت. وأعلام دول مجلس التعاون ترحب، ترحب بهذا الشعار، والشعار هذا يتسيد، يتسيد على الشعارات. إلى هيبة وإلى قوة وإلى نعم قلب الأسد. يا سلام يا قلب الأسد الملقب بهذا القلب الكبير، وهو يحب المقدمة، ينزل على مقدمة الشوط. يوم ما عندك سبوق ما تياب، تأخذ الأول عن الأول غصب، ما تمرح غير في شوط الضباب. يوم بعد الخط الابيض مخترب، عيناوي سلام، سلام يا العين، سلام، سلام يا العين، سلام. نعم يا طويه، نعم على هذا الفوز. نتابع، نتابع فن وبالسيبه العامري. يا سلام، يقدم جديده. نقول واحد واحد واحد، بالسيمه رقم واحد، يستاهل الرقم واحد، يستاهل الرقم واحد، يقدم الابداع والخبره. تهانينا، تهانينا الحسن بن محمد بالسيمه العامري على فوز فن بالمركز الاول. المركز الثاني بشيخ خلفان بن محمد بن عبد الله النعيم. المركز الثالث العين سعيد بن سعيد بن سعيد. المركز الثالث الدكتوره سالم بسيف بن خيرات العامري. والمركز الرابع، المركز الرابع تاتينا العين سعيد بن سعيد بن سعيد العويسي. والمركز الخامس، المركز الخامس زعبيل عبد الله بن جعفر بن مرخان الاشتبي. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام في هذا التحدي وفي هذا الشوط. راقبنا فن وهي تتفنن في هذا التحدي، تلعب حربي نعم، وتقدم جديدها وتقدم الابداع والخبره في هذا المجال وفي هذا الشوط. بالتوقيت الزمني مقداره 9 دقائق 24 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا الحسن بن محمد بالثيبة العامري على هذا الانتصار الذي تحقق مع فن. أما المركز الثاني، المركز الثاني كان من نصيب بشاير خلفان بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 25 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، يا ما
المركز الثالث كان من نصيب الدكتورة سالم بسهيل بن خيرات العامري بتوقيت زمني مداره 9:26 8 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، تواصل في هذا التواصل